امبارح كان في مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات الفيلم التسجيلي المصري الصيني المشترك طريق الحرير. طبعا ده طريق تجاري من القرن 19 بيربط الصين بدول وموانئ العالم، وسيتم تصوير الفيلم ما بين مصر والصين. الجديد في الفيلم اللي احنا بنصور كل حاجة بمنظور مختلف، يعني هم يصوروا اسكندرية الجانب الصيني واحنا الجانب المصري هو اللي هيصور المدينة الصينية، فشوف انت شايفك ازاي وهم شايفيننا ازاي، فده تبقى حاجة مميزة جدا، وان شاء الله الناس تستمتع بالفيلم وان شاء الله مزيد من الافلام الوثائقية اللي تحكي التاريخ المشترك بين مصر وبين الصين، ونتمنى كده دايما ويا رب يكون الصداقه ممتده دايما بين مصر والصين، وزي ما شفنا فخامه الرئيس وفخامه الرئيس الصيني تملي في تبادل للزيارات وتبادل في كل المجالات. الحدث ده مهم جدا وفريد من نوعه، لان دي اول مره سواء على مجال الافلام الوثائقيه ما بين مصر والصين او التعاون الدولي في مجال تصوير الافلام، يعد باكوره للافلام الوثائقيه التي تؤرخ لقصه مدينتين او توامه مدينتين. المدينتين الموجودين عندنا دلوقتي تشين رو الاسكندريه، ميناء الاسكندريه، الحقيقه يتشابه في كثير من السمات الجغرافيه، لذلك تم اختيار مدينة الإسكندرية لتكون توأمة لميناء أو مدينة تشينجو بالصين. إنتاج مشترك بين الصين ومصر والهيئة الوطنية للإعلام. تنفيذ الفيلم هيتم من خلال إدارة الإنتاج المتميز والقنوات المتخصصة. القنوات المتخصصة بتقدم الفريق الفني، إخراج والإنتاج والسيناريو وكل ما هو متعلق بالجانب المصري. النهاردة احنا بنعلن بداية تنفيذ الخطوات التصوير، وإن شاء الله هيبدأ تصوير في الصين في شهر 9 الجاي. أنا ليو يونغ تونغ، مدير إدارة مجموعة فوزان للإذاعة والسينما والتلفزيون. أنا سعيد جدا بمشاركتي في مراسم انطلاق السلسلة الوثائقية قصة مدينتان على طريق الحرير البحري في مصر. سنقوم بسرد قصة ميناء الإسكندرية وميناء سيتونغ في مدينة شانجو بمقاطعة فوزان الصينية.